أهلا بكم من جديد في هذا المباشر الذي أقدمه لكم من المكان الشهير الذي يعرف عند سكان المدينة التاريخية وعند أهل تبسة بزنقة المزابية. وفي زنقة المزابية نجد أيضا من بين ما نجد محلات بيع الحلويات التقليدية، وهي جزء من الذاكرة، من ذاكرة المدينة التاريخية العتيقة. وخلال زيارتنا لهذه الأمكنة يستوقفنا أحد المحلات، هذا المحل الذي سأريكمه الآن، وسنتعرف من خلاله إلى صاحب المحل، إلى أنواع الحلويات التقليدية التي تعبر كما قلت في البداية على ذاكرة المدينة. في هذا الجزء سنتعرف إلى أسماء الحلويات وإلى هذه المهنة أو الحرفة التي يتمسك بها أصحابها لحد اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. لاباس بخير؟ الحمد لله. أنا جيناك في الزيارة. مرحبا بكم. حبينا نتعرفوا عليك وعلى المهنة هذه، قداش عندكم فيها، ومن بعد نشوفوا أسماء الحلويات. معليش، مرحبا بك. يلا نخلي الكاميرا مع صاحب المحل، تفضل. اسمي جمعة محمد المدى وحمى، من مواليد 1952 لولاية تبسة. عندي في المهنة دي منذ سنة 1974. المحل هذا هي أصله من التوانسة، وفاتوا عليه أجيال وأجيال. هذا المحل أصله من ربنا من ديزاني كارونت، فاتوا عليه أجيال وأجيال. كان فيها حاج إبراهيم، حاج عبد الله، العربي نشطر، توانسة دوما كلها. كان سامفوه، سعيد لطرش، عالي طولو بالجسم، عالي خرشاني، أجيال وأجيال فاتوا عليه. وهنا المحل ذا حاكمه الآن سنة 74، نخدم ونحبس فيه. اشتغلت ودرت، خدمت في عدة مدن في الجزائر، خدمت حتى فرنسا 2004 حتى 2005. واليوم هاني رجعت، عندي قريب 6 سنين أنا حاكم المحل ذا. أخويا مرحبا بك، نعرفك مع الحلويات. عندي سؤال قبل. مرحبا. يعني المحل فهمنا أنه المحل هو يعني من قبل، هو أنتم فيه من قبل. السؤال، حبيت في أزمة كورونا هذه اللي فاتت على العالم كل، كيفاش أثرت على المحل وعلى هذه المهنة؟ يعني كنتوا قافلين بطبيعة الحال. أزمة كورونا أثرت علينا شوية. إيه. وكما نقولوا نسموها أكاكا بريكولاج خفيف. كثر خير السلطات يعني ما قلقوناش، يعني ما نقري بريكولينا في الخفيف هكا ما قلقوناش، نشكروهم على كل حال. وساعدونا. وهذه أزمة على مرة كبيرة، والحمد لله مرت علينا سنة الحمد لله ونشكروه. والحمد لله، وانا نتمنى ان شاء الله دائما ربي يهنينا وربي يعطينا الخير في بلادنا ان شاء الله. نتعرفوا سريعا على اسماء الحلويات، ومن بعد نرجعوا نشوفوا الاشياء اللي يدوها الناس اكثر في شهر رمضان. خلينا نتعرفوا مع بعض على اسماء الحلويات. الحلويات مين تحب نبدو؟ هذا ابنك؟ هذا عرفنا عليه. على هذا ياسين جمعي، انا الابن ديالو ياسين. وين المهنه دي ورثها من الاب تاعي. الله يبارك. ونزيد نعرف كذا انواع الحلويات. تفضل. هذه يقول لها الزلابيه صفراء. هذه الزلابيه العاديه، هذه تونسيه، هذه اصلها تونسي. تونسيه، وهذيك قسنطينيه نورمال مو اصلها. كان عندنا البنان هذا، عندنا الزرق، هذه هما الناس يقولوا يويو، بس اليويو كاين مختلف كبير. زعما فامين تاع اليويو. نعم. هذه هذه العوامة، هذه اللي كلمتها، هذيك عين الزرق، هذه عين الزرق، هذه نورمال مو بالفامين تاع اليويو هذه كيما يقولوا. عندنا هذه العوامة. علاش اسمها العوامة؟ على شكلها يعني، ولا على خاطر كي نطيبوها تظل تعوم في الزيت. سومارين كيما يقولوا. عندنا هذا المقروض، عندنا المخارق، عندنا القراطس. هذه القراطس، هذيك القراطس، هذه الصمصة. الصمصة، الصمصة، وهذا مقروض الطابع، وهذا يسمى مقروض القيروان. معليش عندي سؤال. مرحبا. وش الفرق بين المقروض هذا الكبير وفي المكونات وحتى في الطياب يعني، ولا في الطلب من عند الزبائن؟ وش الفرق بيناتهم؟ هو تقول في المكونات يعني نفس الشيء، اللي يجي هذا يجي لهذاك. نعم. غير شيء في الشكل بركة، هذا كنديروه صغير نتاع كما يقولوا نتاع عائلات، وهذا محسوب تاع اللي ياكل بالكعبة. هو نفس كما نقولوا
كما يقولوا المكونات تاعو زبدة وزيت وخميرة وسميد وسميد أحر شورت ومخلط. وفي طلب الزبائن وين اهل يطلبوها اكثر يعني؟ والله طلب الزبائن اكثر ما يطلبوا على حسب كل واحد والقون تاعو، كاين اللي يحبوا الزلابيه وكاين اللي يحبوا يدوا القريض ويدوا الصمصه ويدوا، وكاين اللي يحبوا يدوا القراط سيرتو اللي جونا من الجي وجونا منهم من اكثر يدوا القراط. وكل واحد كيفاش كاين محسوب الحلويات هذه كلها مطلوبه في رمضان، اكثر الناس تدي الميلونج مطلوبه ياسر هي الزلابيه. ما الزلابيه في شهر رمضان تبقى دائما الزلابيه هي سيده الحلويات، الزلابيه اللي هي الاصليه هذه هذه الحلويات. طيب انا سؤالي انه الزلابيه يعرفوها بشكل كبير في عنا في الجزائر كبلاد يعني ايوا بو فري، وعلاش تبسيه يعني ما مش معروفه بشكل كبير؟ احنا في تونس في تونس احنا هذيك كون نديروها هنا ما تمشيش، وهما ممكن كون يديروا هذه اللي ما تمشيش. هذاك الشعب على حسب يحسب يدير حاجه اللي يعرفها وطبيعه المجتمع واش يطلبوا المجتمع كيفاش حاجه يتعود عليها قليل يشتي يغير. أنا نعرف نخدمها أنا هذيك بس حنا كنا نخدمها ما تمشي لناش. خدمت أنا في 81 خدمت في الدويرة في بوفاري. إيه. خدمت في ألجي في كافيكس. معليش عندي سؤال، وإحنا السلسلة تاعنا هذه كما قلنا في البداية اسمها ذاكرة المدينة. الحاجات اللي تتفكرهم وكلمتنا على فترة السبعينات والثمانينات هذه الفترة الجميلة. والله تبس هذه كانت حلوة بزاف. برك راهي تبدلت كومبليتمون من موالاها من من النظافه نتاعها من كذا، تسمى محسوب الاجيال اللي نعرفوهم اللي هنا كلها راحوا، ناس القدماء راحوا. ناس القدماء انا نعرف كان بلال وكان الشيب داود هذا ربي يرحمه، كان رشيد بوعكاز، كان موزة موسى بزاف، المهم خلال كان اللي نسيتهم. الشارع هذا كان فيه الشيخ المسيري عمر الصدار، كان فيه الشيب بن سدريس ربي يرحمهم كلهم، محمد كعوانة، هذوما يعني الناس اللي مازالوا في ذاكرتي. كان عمي علي البليلي، كان في زرق تراكس، كان الزهاري ربي يرحمه، كان دهان، كان شيبوح، كان كان بو جمعة، كان حسين. هذوما الناس تقدم لي يعني نعرفهم، وخلي ما يكون نسموا مازال قائمة طويلة الله يرحمهم ويوسع عليهم وكلها راحوا. ومن العادات الجميلة اللي تفكرها تاع تبسة قبل رمضان خاصة وقت رمضان. تبسة قبل رمضان كانت كانت كيما يقولوا هي الحلويات هذه ما كانتش قبل كيما دركا، كانت محسوبة ربع أنواع، وكنا نخدموا مخارق وزلابية ومخارق وخلاص. وبعد دينا بشوية نطوروا فيها حتى كثرت الأنواع، ومازالت كاين أنواع أخرى نخدمها غير بشي كبرنا ما عندناش نبدوا فرع وياسر. تبسه كانت نظيفة، كانت الصورة هذا كان لي توريست يجوه، كانت منظر باهي، كانت البلاصات لهنا كانت روعة. اليوم كلتنا حشاك الزبابيل والسخات وكذا والفوضى يعني ما نقول لك. ان شاء الله تتحسن الامور والاحوال ان شاء الله وربي يهدينا كلنا. والحاجة الملفتة للانتباه انك الله يبارك انت والابناء تاعك والجيل الجديد راهم متمسكين بالحرفة هذه بالصنعة كما نقولوا، يعني كنتوا قادرين تعملوا مهنة مختلفة يعني تتزاولوا أي نشاط، وش السر علاش تمسكتوا بالمهنة هذه؟ درت أول حاجة المهنة دي كما يقولوا شغل مشات في الدم، والحمد لله مهنة باهية، واللي عنده يوكل اللي ما عندوش يوكل الصباح جينا الزواولة كذا، واحد نعطوه فطيرة واحد نعطوه كذا، المهم بس كون دير مهنة أخرى ممكن طحنك حتى برشا أجر. تعملوا الفطاير؟ تقول الحاجة أنا شراها مثلا الطوفة 100 فرنك نمدها تجيك كذا، بس هذه ما نحسوش نمدوا. تعملوا الفطاير؟ ما زلت كاينة الفطاير في تبس؟ مازالت كاينة. يدوها الناس في الفطور وقت الفطور؟ الصباح الصباح وفي أي ساعة تحلوا وتفتحوا؟ أنا نهبط على الربعة نفتح شوية الخمسة وحاجة، شوية 9:30 10 نحبسها ونقولوا الحلوة. وعندي قريب الله يبارك عندي قريب 5 عائلات عايشة معايا هنا، وفي رمضان قريب 7 ولا 8 عائلات. تزيدوا اليد العاملة في رمضان. العاملة في رمضان. والحمد لله. شكرا جزيلا ورمضان ان شاء الله مبارك وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله وربي يعطينا رمضان. ان شاء الله شكرا. اخويا نديروا لك شوية حلويات. ما تقلقش. انا راح نختم مباشر.
إذن كنا معكم من أحد المحلات العتيقة التي تمثل الذاكرة، ذاكرة المدينة على هذه كل هذه المعاني الجميلة التي سمعناها من صاحب المحل، وعلى هذه القيم التي درج عليها أبناء المدينة، وعرف أهل هذه المنطقة، أهل المدينة عموما والمنطقة ككل بالجود وبالكرم. وكم سمعتوا يعني حتى صاحب المحل يعني في بعد المباشر راهو قال نكرموك قبل ما تروح، يعني معروف يعني هذا شيء أصيل ومتأصل في سكان المدينة، وهذا جزء من الذاكرة، من ذاكرة المدينة. وأنا الشيء الملفت للانتباه قلته خلال المباشر أنه كان بإمكانهم أن يغيروا النشاط إلى نشاط آخر، وأن يغيروا الحرفة والمهنة، ولكن ظلوا متمسكين بها لأنها تمثل أحد الأشياء الأساسية التي ترتكز عليها ذاكرة مدينة تبسة بشرق الجزائر. ألقاكم في مباشر مقبل، وإلى اللقاء.